صابت اللوك جاهز؟ جاهز. كيف سرعت بديها عندك؟ انا باكل اندومي دايما. تعرف شو معنات كلمة حندقة؟ شارك اسطول مدقة مو حتى بس ما بيناموا دور مثل البقى ولاد خالتي. طلعنا بالصيفية على البحر ما ناموا. قديش رفقاتك بالشلة مكيفين عليه؟ دائما بدفع بعض يعني. في سرعة بديها بس انت ما بتلقط طويل. مرحبا. اهلين. كيفك؟ تمام الحمد لله. تعرفني عنا؟ احمد زند الحديث. مبين حديث. الله يسعدك. احمد شو عم تاكل؟ شو بدك؟ العالم ما راح تصدقني انا واقف هلا على مكان اعلى منه. هلا بدك حل الطول. انا باكل اندومي دايما. ما حدا قدي بياكل اندومي. والله انت وحظه. نعم بمزح انا ما باكل اندومي ما كثير صح انا. شو اسمك؟ احمد زند الحدي. احمد قديه طولك؟ اخر مره استو يمكن كان 192. ما شاء الله. طيب قديه عمرك؟ 16 وهيك. لسه ما وقف نموه. لا استفيد 18 21. يلا ان شاء الله ان شاء الله الطول كله. الله يعزك. والعمر كله. الله يسلمك. احمد كيف سرعت بديها عندك؟ يعني اقل من زبالي شوي. احمد انت شخص حربو؟ اي. طلعت هيك على الطاير يعني؟ اي. ستيه؟ اي. طيب احمد اذا زوجان مصابان بعقم وجابوا اولاد، ممكن اولادهم يطلعوا لستهم وجدهم ولا ما دخل بيطلعوا لاهليهم؟ ستهم وجدهم؟ شو دخل ستهم وجدهم؟ يعني ممكن يطلعوا لاهليهم. ايه. لا هلا انا اذا ما في جي اولاد شلون بدي يجوا الاولاد؟ كيف مشيت معي؟ ما بعرف. في سرعة بديها بس انت ما بتلقطها دغري. اي اوكي المهم في بس عم تطول لحتى عم توصل. تمام. لا عم بمزح انا هيك انا كثير بقفل عادي. احمد حزوره ثانيه. في كلمة كل سكان العالم بيلفظوها نفس اللفظ. لا ما بتعرف؟ حاول لك هدول قبل شوي طلعت معي بنت فساعدوه وعطوا لها اجوبة فشوف انت كيف زابلينك وما عم يعطوك ولا سؤال. سوري على هالكلمة. صيف صديق يعني. الو او التليفون ساعدوك. هلا بعد ما اعطيتهم انا محاضرة ساعدوني. تعرف شو معنات كلمة حندقة؟ حندقة لما بيمدحوها انه شارك اسطول مدقة مو حتى بيمدحوها؟ ايه لما يغنوا له انه اللي مدح يعني اهلك كانوا يغنوا لك ياها؟ لا انا اولاد خالتي صغار فلما امي بتغني لهم جوجو حندقة وشعره ذهب عرفت شلون؟ لا لامك اللي بترجاكي لا عاد تغني. ماشي. تعرف شو معنات حندقة؟ انه صغير هيك بيبي. انا هيك كنت بفكر. لك طلعت حندقة يعني البغل النائم. البغل النائم. ايه مو غلط. بس ما بيناموا دور مثل البقى ولاد خالتي. والله العظيم. ولاد خالتك. ايه. واحد سمعني والله بتقتلني. انا برايي عن جد. كل ما تيجي عندنا بتشتري علبة بيبي دور. بيبي شو؟ بيبي دور هذا اول دواء بحفظه انه بينيم الاولاد. عن جد؟ والله العظيم طلعنا بالصيفية على البحر ما ناموا. كل يوم انزل على الصيدلية اشتري بيبي دور اسلخوا. ما بيأذي الولد ها؟ لا ما بيأذي. اما انت مصيبه اخذ منه يعني هناك دي شو بين هنا. يا ريتني شربان والله لو بعرف هيك بيساوي لاشرب علبتين ما بعرف. احمد قرب شوي عندي بوس ايدك. احمد انت حدا كثير مظلوم. الله يسلمك. قديش رفقاتك بالشله مكيفين عليه؟ دائما بدفع بعض يعني. لا احمد بالعانة. الله يسلمك. احمد انتبهت معي جائزه مقدمه من يلا تي في من برنامج تراي اجين. شكرا. اوكي بس خليني اساويها هيك ارتب بدك شيء؟ لا سلامات.